عرفنا بحضرتك. أنا عمر بوزو، مؤسس مشروع عقمها. خبرنا اليوم كيف دعيتوا لهي الحملة وشو هي أكثر الشغلات يلي أنتوا هلا بحاجة إلها؟ نحن دعينا الحملة على السوشيال ميديا، نبعت يعني مساهمات لأهلنا المضطررين بالمحافظات المختلفة. طلعت لحد هلا 6 سيارات، 4 سيارات على محافظة حلب وسيارتين على محافظة اللاذقية. هلا السيارة 7 و8 على محافظة حلب وكمان سيارتين بعدهم شاحنتين على اللاذقية. أنا اسمي بتول سحلول، هلا عم خريجة طب أسنان جامعة سوريا الخاصة. أنا متطوعة مع عقمها، وهلأ يعني شايفين الحمد لله أنه في عالم عم تجي تتبرع، سواء مبلغ مادي ولا سواء شيء معنوي، سواء دواء، أغذية، حفاضات، مستلزمات نسائية، حتى أدوات للعاجزين، إذا كان كراسي أو أي شيء. سميرة سحلول من مجلس إدارة عقمها. خبرينا اليوم شو هو أكتر شيء أنتم بحاجتهم كتبرعات بالنسبة للناس، وهل أنتم ناقصكم متطوعين؟ هلا الحمد لله متطوعين، ما شاء الله شعب كلياته لما عم يتنزل البوست كله عم يجي، فعنا كادر انساني ما شاء الله كتير كبير، عنا فائض حتى هلا تبرعات كمان ما حدا قصر ما شاء الله، كمان الكل عم يحط من حرامات بيته من جواكيته، فهنحن عم نفرز الثياب عم نشوف هذا الشيء انه الناس مو بس جديد حتى من ثيابها يعني انه حاسه بغيره. هلا اغلب النواقص كل شيء، معلبات، خبز، هذا الاستهلاك الاول، المي، حفوضات الاطفال، العجزة النسائية، ملابس داخلية، حليب كتير فيه نقص، حتى ما عم نقدر نشتري من برا أو حدا يشتري من برا ويجيب لنا. ناوي يا كمان ناوي يا تمام. نحن بحاجة كل شيء يعني الأساسي والأكثر شيء الناس بحاجته هي المعلبات، في كمية منيحة من الأتياب بس كمية المعلبات الأغذية غير كافية. اليوم أكتر سؤال عم يسألوه الناس شو رح يضمن وصول هدول الغراض للأشخاص اللي بيستحقوها، يعني الناس المتضررة. التوزيع عم يكون مباشر بمراكز الإيواء والمدارس والعالم الموجودة بالحدائق من أهلنا المتضررين. حاجة اليوم للمتطوعين شيء أو اكتفيت؟ وقت الصبح ما عم نكون بحاجة، عم يكون في ازدحام، بس بالليل ما عم يكون في حدا، ونحن بعتنا سيارتين وش الصبح اليوم، فما عم يكون في أشخاص اليوم. هلا اذا هن بدهم يتواصلوا معكم كيف بيقدروا يكونوا معكم؟ يجوا على المركز، هون مركزنا بالعفيف. للتبرع يعني لما عم يجي الشخص جايب اغراض معه عم يكون في آلية هلا اول شيء نحن وقت لما بيجي الشخص لعنا بناخذ معلومات، اسمه، رقم موبايله، شو هو عم يتبرع والكميه اللي هو عم يتبرع فيها، ونحن طبعا هدول عم نسجلهم من الله راد نحن حنسجلهم بكمبيوترات، يعني
هيك القصة. وبعدين في عنا قسم لحتى العالم، في قسم ليفرزوا الألبسة النسائية والألبسة الرجالية، وفي قسم كمان حتى يفرزوا الأحذية، وقسم للمواد الغذائية، وقسم للأدوية. من امبارح لليوم كيف لقيتوا اقبال الناس على التبرع؟ يعني نحن كنا اول شيء متوقعين انه نحن بس نبعت شحنه واحده، بس يعني ما شاء الله والعالم من كتر ما اجى خير، في عالم اجت صارت تتبرع حتى انه تبعتنا شاحنات نقدر نوصل فيها لاغلب المحافظات. نحن كنا على اساس هدفنا انه نوصل اول شيء لحلب، بعدين توسعنا للمحافظات الحمد لله. يعني الاقبال لحد يعني نحن ما كنا متوقعين، نحن كنا حاطين ببالنا يعني مجرد مثلا شيء 800 متبرع، بس الحمد لله اجى اكثر من 800. يعني الحمد لله يعني العدد اكثر ما كنا نحن متوقعين، يعني تفوقوا الشغلات اللي نحن كنا متوقعين الحمد لله. اكثر من وقت عم اهلك واثنين كونكم انتم عم تشتغلوا فما عم تتابعوا السوشيال ميديا، في حال في ناس عم تجمع تبرعات على حساب اسمكم، شلون ممكن الناس تفرق بين انه هذا لعقمها ولا لا؟ هلا اي متبرع او اي جهه بتتواصل مع عقمها، عمر بوزو او اي شخص من مجلس الاداره موجود على الصفحه الرسميه لعقمها، جروب عقمها والصفحه الرسميه لعقمها وانستغرام عقمها، هن موجودين ومعروفين تمام. وعمر بوزو هو المسؤول عن هذا الشيء، فعمر بوزو عم ينزل تحديثات ابديت اول باول مين الجهه المسؤوله عن والموثوقه المسؤوله عن لم التبرعات او عن حط التبرعات عندها. باقي ما تبقى تطبيقات او بوستات شخصيه او ناس برات البلد او جوا البلد عم تحكي بشكل فردي، عمر بوزو ما أنا مصرح عنا، فنحن غير مسؤولين عنا. بس بدي أقول كيف عم يكون آلي.